تراجعت وزارة التعليم العالي في حكومة النظام السورية عن درجات امتحانية معلنة في الامتحان الطبي الموحد والتي تعتبر سابقة جديدة من نوعها. وذكرت صحيفة الوطن المقربة من النظام أن ضجة كبيرة أثيرت حول الامتحان الطبي الموحد لإحدى الجامعات الخاصة، خاصة بعد صدور قرار من الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي بإعادة تصويب النموذج الموضوع، وعليه تغيرت درجات العديد من الطلاب نتيجة لذلك. قال مصدر للصحيفة إن الهدف الأساسي الذي تحقق هو عودة الحق لأصحابه، مبينا أن أحد الطلاب حصل على معدل 93% بعد أن كان معدله 60% فقط. أقدم شاب على قتل شقيقه رميا بالرصاص إثر نشوب خلاف بينهما حول اسطوانة غاز منزلي بريف حمص، وتداولت صفحات إخبارية محلية على مواقع التواصل الاجتماعي مقتل شاب على يد شقيقه في قرية المستورة بريف حمص الغربية عبر إطلاقه عليه عدة رصاصات نتيجة خلاف بينهما على أحقية تسلم اسطوانة غاز منزلية خلال توزيعها من قبل المعتمد. تلقت محافظة درعا نبأ مقتل أحد أبنائها باسل كريم البرازي تحت التعذيب في سجون صيدنايا بعد اعتقال على يد أجهزة أمن النظام السوري دام نحو 5 سنوات. وذكر موقع تجمع أحرار حوران أن الضحية ينحدر من قرية العجم بريف درعا الغربية، وكان عنصرا في السابق لدى أحد فصائل الجيش الحر، واعتقل عام 2018 عند أحد حواجز أمن النظام خلال توجهه إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الأخير في الشمال السوري. تضررت عدة مناطق في المحافظات السورية من جراء السيول، الأمر الذي أدى إلى تحويل الطرقات وزيادة ساعات تقنين الكهرباء. وبحسب موقع أثر بريس، تضررت عدة مناطق في دمشق، الأمر الذي استدعى تحويل الطرقات أو إغلاقها أمام المارة والسيارات. وفي ريف دمشق تم تحويل حركة السير على الأوتوستراد الدولي دمشق حمص من موقع القطيفة ومن جسر بغداد. أما في محافظة طرطوس، تقلصت ساعات توفير الكهرباء بشكل مفاجئ بعد هطل الأمطار. أبلغت شركة الكهرباء أهالي اللاذقية بتخفيض مدة الوصل الكهربائي إلى ساعة واحدة في كل 5 ساعات قطع، وذلك بعد أن كانت 4.5 ساعات قطع مقابل 1.5 ساعة وصل. وبحسب تقرير لصحيفة عن البلدي، فإن الوضع يزداد صعوبة في الأرياف حيث لا إنارة في الشوارع بخلاف المدينة التي تمت إنارة بعض شوارعها باستخدام الطاقة الشمسية، ما يجعل الأهالي يلتزمون منازلهم منذ حلول المساء خوفا من الحيوانات البرية التي تقترب من المنازل لعدم وجود الإضاءة بحثا عن الطعام. تضاعفت أسعار الملبوسات الشتوية بنسبة تزيد على 100% مقارنة بالعام الماضي في محافظة حمص، ليصبح فصل الشتاء عبئا ثقيلا على كثير من العائلات في ظل الوضع الاقتصادي المتردي. وقال عدد من السكان لصحيفة الوطن المقربة من النظام إن أسعار الألبسة الشتوية ارتفعت إلى أرقام غير مسبوقة ولم تعد في متناول الجميع لتنضم لغيرها من المستلزمات، مؤكدين أنه لم يعد بالإمكان شراء قطعة ملابس واحدة لأي فرد من أفراد عائلتهم بسبب ضعف مقدرتهم الشرائية أمام هذه الأسعار التي لا ترحم. ختام نشرة أحوال حلقة اليوم، أملاني لملفات الليلة ونبدأها بمعدلات التضخم الهائلة في سوريا.